مساء الخير. كم مرة قاد نقاش عبر منصات التواصل إلى أروقة المحاكم؟ وكم مرة تساءلت لماذا نجد في صفحات المشاهير أرقام محاميهم؟ وكم مرة أيضا ذهبت آمال أحدهم هباء نتيجة أو نتيجة نصيحة من أشخاص ليسوا مختصين في القانون؟ ونتساءل أيضا كيف يمكن للمحتوى القانوني أن يلعب دورا محوريا في زيادة الوعي وحل النزاعات بطرق أخلاقية وقانونية؟ في هذه الحلقة نناقش رحلة المحتوى القانوني على المنصات الرقمية وتأثيره في تشكيل فهم أعمق للقوانين وجعلها جزءا من حياتنا اليومية. أهلا بكم في السطر الأخير. مرحبا بكم مرة أخرى. ينضم إلي في الاستوديو المستشار القانوني عثمان الحسيني للحديث حول هذا الموضوع. سعد عثمان يا مرحبا بك. حياك الله أخوي أحمد وشاكلكم هذا الاستضافة وحفاوة الترحيب. الله يحفظك. سعد عثمان، ممكن نقول أنك أنت كذلك ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. عندك رسائل كذلك توجهها باستمرار في المحتوى القانوني. إيش كثر اليوم مهم أن اليوم نشوف المحامي المستشار القانوني والطبيب والمهندس يتواجدون على كافة الوظائف، يتواجدون في وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد بدوره؟ نعم، لا شك أن تواجدهم يعني في السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا. اليوم احنا نعيش يعني عصر السرعة والتطور، نتكلم عن تشريعات كذلك تتطور وتحدث، خاصة نحن دولة بفضل الله عز وجل يعني في مراتب متقدمة في سيادة القانون. فمن الضروري أنه كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يعني يعرف قوانينها، يعرف تشريعاتها، ويكون على اطلاع مستمر. الاطلاع هذا بيكون عن طريق المختصين من قانونيين وكذلك من أخوة وزملاء المحامين. شو الرسالة اللي حاب توصلها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ الرسالة تحت يعني عنوان، أنا دائما أقول وعي قانوني، محتاجين إلى نشر الوعي القانوني. تحت هذا الأمر محتاجين إلى شرح للقوانين ومستجدات القوانين والتشريعات اللي دائما تحدث بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى تواكب متطورات تطورات يعني العصر وتلبي طموحات يعني قيادتنا الرشيدة. نتكلم كذلك عن الأحكام القضائية اللي تصدر، ضروري أنه توصل للمجتمع بطريقة سهلة ومبسطة. كذلك أحيانا نذكر ببعض المواضيع وبعض يعني الطرق الاحتيالية وبعض النصوص القانونية اللي نحتاج أو نحس أنها في حاجة أن المجتمع يعرف عنها ويسمع عنها وينتبه لها حتى ما يقع في المحظور. شو مثال على ذلك؟ يعني شو الطرق هذه مثلا؟ نعم، طبعا مسألة الاحتيال اليوم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي منتشر للأسف بشكل كثير، سواء من انتحال للحسابات يعني الشخصية أو حسابات الرسمية، اختراقات للواتساب، اختراقات لبعض يعني الأنظمة أو السوشيال ميديا. هذا يشكل أعتقد يعني هاجس كبير، خاصة إذا تطرقنا إلى موضوع النصب والاحتيال على أموال الناس. للأسف الموضوع يعني خطير، وإذا ما انتبهنا له وحذرنا الناس منه للأسف فلوس الناس يعني راح تطلع من يديهم. شو كيف لمست حاجة الناس إلى معرفتهم بالقوانين والمحتوى القانوني؟ حقيقة أنا أشوف يعني عدد المتابعين للصفحات القانونية بشكل عام، وأتكلم عن صفحاتي مثلا، وحتى كذلك مواقع التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية اللي تنشر الوعي والقانون في ازدياد، وكل ما زادت عدد المشاهدات أعرف أن الناس بحاجة إلى معرفة هذه الأمور. كذلك هذه المحتوى أو المحتوى القانوني سواء من فيديوهات أو مسامع أو غيرها، نشوفها تنتقل إلى منصات أخرى مثل الواتساب، وخاصة اللي ما عنده
مثلا تويتر او انستغرام او فيسبوك او غيره. يعني شفت في المقدمه انا ذكرت حاجه، نعم، اللي هي دائما نشوف المشاهير تحتهم ارقام محامين. هذه قبل فتره، واتكلم فتره طويله، ما كانت موجوده. نعم. ايش كثر هذا الامر مهم، وايش كثر هذا الامر له دلالات. نعم، نقطة مهمة جدا. بعض الحسابات نعم، بعض الأشخاص نعم يحطون أرقام المحامين. هو تحقيق الردع، أن نحن في دولة قانون ودولة نظام، وعندي أنا محامي ممكن أن أوكله في حال أنك تغلط علي أو تحاول أنك يعني تسيء لي أو لسمعتي. بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مسألة القانون واحترام القانون عندنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في مراكز متقدمة جدا. اليوم احيانا تصير نشوف نقاش بسيط بين شخصين وتروح الى المحاكم، وياما شفنا قصص كذلك من هالناحيه. يعني مساله حقيقه ما اصبحت واقع افتراضي، هذا واقع نعيشه اليوم، خاصه اذا وصلت الى المحاكم. شو ممكن نقول في هذا الشأن يعني أستاذ عثمان؟ مسألة الانضباط كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، مسألة أنك أنت لازم تكون مسؤول عن كلمتك في وسائل التواصل الاجتماعي، إيش كثر هذا الأمر له أهمية؟ مهم جدا. اليوم إحنا نتكلم عن مثلا التلفون ما يفارقنا إلا ساعات النوم، صحيح. فدائما ويانا ودائما ندخل على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع وكذا، وتصير أحاديث. ضروري جدا ان الانسان دائما يملك اعصابه، ومو بشرط يتكلم في كل شيء، مو بشرط انه يبدي وجهه نظره في كل شيء. لازم يكون الطرح يعني متوازن، معقول، بناء، مفيد للمجتمع، مفيد للناس، مفيد للنقاش. مش بالضروره ان نروح الجانب المظلم من السوشيال ميديا او الجانب المظلم من المواضيع هذه. فنلتزم بالقوانين ونلتزم بالتشريعات، وهذه طبعا يعني عاداتنا وتقاليدنا، وهذا طبعا اسلامنا الحمد لله يامرنا ان ما نغلط على الناس، ما نسيء للناس، نعاملهم يعني باطيب الاخلاق، وقولوا للناس حسنا. جزاك الله خير استاذ عثمان الحسين مستشار القانوني، ابقى معي لطفا. اذا مشاهدينا، ما ابرز المخالفات القانونية التي يقع فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما أبرز الاستفسارات التي يسألون عنها؟ فاصل قصير ونعود لمتابعة السطر الأخير. بقوا معنا. أهلا بكم من جديد أستاذ عثمان. كيف تبسط هذه المفاهيم القانونية؟ القانون لغة صعبة، يعني في 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 نهاية المطاف المادة وكذا وكذا وكذا، ممكن تحتاج إلى شرح، ولكن كيف تنقلها بأسلوب؟ لا شك أن مو بكل الناس اليوم تفهم المصطلحات القانونية، والقانون فيه مصطلحات حال أي يعني علم أو مجال متخصص. اليوم إذا سألت واحد شو الفرق بين السجن أو الحبس، حكمت المحكمة بالحبس أو حكمت المحكمة بالسجن، شو الفرق؟ يقول لك أنا ما أعرف. فأنت من ضروري اليوم إذا صدرت أحكام لازم تفسرها، إذا صدرت تشريعات وقوانين. والله شو الفرق بين السجن والحبس؟ أنا خليتني أتساءل، أنا ما أعرف. نعم، الفرق طبعا المدة طبعا من شهر إلى 3 سنوات، هذا بالنسبة نسميه الحبس. أها. نعم، والتعريفات هذه وردت في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي. بالنسبة للسجن فوق 3 سنوات. فالمدة هي اللي تفرق، يعني طبعا لها تبعات أخرى من ناحية تصنيفها الجرائم من جناح وجنايات لها. طيب، آثار أخرى. طيب يا سيدي، ما هي أبرز إذا بنقول أبرز الأزمات القانونية اللي يقع فيها المتابعين أو الأشخاص اللي في وسائل التواصل الاجتماعي؟ للأسف يعني البعض متعود على شيء وما يبي يغيره في السوشيال ميديا، متعود شيء في البيت لازم ينقله معاه في السوشيال ميديا، سواء من ألفاظ أو عبارات أو كلام. فدائما نقول لسانك حصانك. مسألة السب أو الإساءة أو الشتم للأسف منتشر. البعض القضايا توصل للمحاكم،
لكن بعضها ما توصل الحمد لله، يقولك هذا ربيعي وخلاص وأنا أقطع تواصلي معاه وانتهى الموضوع، أو تنتهي المواضيع مثلا بالصلح وخلاص واستسمحوا من بعض وانتهى الموضوع. لكن احنا نقول اليوم لا، لا تضع نفسك في هذه المواقف يعني، أو تعرض نفسك للمساءلة القانونية. متى يتحول صانع المحتوى القانوني إلى أداة تضر المجتمع أستاذ عثمان؟ نعم طبعاً القانوني لازم يواكب مستجدات التشريعات، ولازم قبل ما يتكلم في أي موضوع لازم يحيط به من كل الجوانب، يرجع إلى المصطلحات اللي وردت في القانون، يرجع إلى التشريعات اللي صدرت في القانون، يقارن بين التشريع الحالي والتشريع السابق حتى ما يقع في المحظور أو يعطي معلومة خاطئة. فإعطاء المعلومة الخاطئة للأسف تجر كثير من الناس خلفه إلى المحاكم. أبرز الأسئلة اللي توصلك يعني من الناس عبارة عن شو؟ أسئلة متنوعة، كل واحد يعني باهتماماته وباحتياجاته. يعني احنا في دولة الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى فيها العديد من الجنسيات، فيسألون كثير منهم مثلا عن قوانين أو التشريعات المتعلقة بالجنسية والإقامة. البعض يسأل عن الأمور التجارية اللي تهمه، يسأل عن الشيكات التجارية، يسأل كذلك عن مثلا بعض الأسئلة اللي تخص الأحوال الشخصية، يسأل كذلك عن قانون تنظيم علاقات العمل، قانون العمالة المساعدة اللي عنده عامل مساعد مثلا وكذا، فيهمه انه يعرف عن المواضيع هذه. عندك نماذج كذلك ساهمت في زيادة الوعي في هذا الجانب، حالات مرت عليك كذلك في هذه المسألة أدت إلى معرفتهم الإيجابية في القوانين؟ الحقيقة أنا يعني أشوف ردة فعل المتابعين وردة فعل الناس اللي يعطيهم النصيحة أو الإجراء الصحيح، فيردوا لي بعد فترة يقولوا لي جزاك الله خير بارك الله فيك على النصيحة، أنا فعلا سويت وصار معي كذا وتعدلت أموري وصححت وضعي والحمد لله الأمور صارت قانونية بشكل أفضل، فهذا يفرحنا ويفرح يعني. البعض يقول إن حتى الأطفال والمراهقين لابد أن تكون عندهم معرفة يعني بيسك للأمور القانونية، تتفق أنت مع وجهة النظر؟ نعم طال عمرك اليوم يعني ما نقدر نمنعهم نهائيا عن السوشيال ميديا وعن الشبكة المعلوماتية، ما نمنع لكن نغرس المناعة، نثقفهم، نعلمهم، نعطيهم بعض النصائح، لا تتواصل مع الغرباء، لا تثق في جميع يعني الناس، لا تثق في جميع كل شيء يوصلك، انتبه من فتح الروابط، لازم تكون عنده قاعدة حتى يحمي نفسه ويحمي عائلته ومحيطه. التشريعات الموجودة في دولة الإمارات الخاصة في قوانين وسائل التواصل الاجتماعي، إيش كثر خدمتكم أنتم كقانونيين اليوم؟ الحمد لله عندنا في دولة الإمارات يعني القوانين والتشريعات تحدث باستمرار، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 سنة 2021 وتم تعديل عليه في 2024، فالتحديث هذا يلبي المتطلبات ويحافظ على أمن واستقرار المجتمع. التحديثات هذه طبعا يعني تعرف الناس بشو عليها وشو لها، احنا نواكبها ونوصلها للمجتمع حتى يكون عنده وعي ودراية بما يحدث حوله وبالأساليب الجديدة والتشريعات حتى ما يكون يعني تحت طائرة القانون. اليوم أنا كمتابع دخلت وظهر أمامي شخص يتحدث عن الأمور القانونية، كيف أتبين مسألة صدقيته؟ هل هو مؤهل؟ هل هو كيف أتبين الكلام اللي قاعد يقوله صحيح؟ نعم احنا طبعا نشوف دائما الى خبرة الشخص في المجال هذا، نشوف الى مؤهلاته، شو معرف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، شو كاتب بالضبط، كذلك اذا تكلم نعرف قال المادة رقم كذا في القانون كذا، نعرف انه قاعد يستند على تشريعات وقوانين يعني موجودة ومعمول بها، فمن خلال الطرح هذا احنا نقدر نعرف انه يعني شخص موثوق وعنده معرفة ونقدر نستفيد منه. في ناس وقعوا بكذي مطبات؟ نعم البعض مثلا يشوف القانون هذا ما يرجع للتشريعات السابقة فيصير عنده سوء فهم للتشريع الحالي لأنه ما عرف وما درس الموضوع بطريقة صحيحة، ففعلا وصلت الرسالة لبعض
يمكن تكون بطريقة خاطئة. أنا أتكلم من الناس اللي ذهبت إلى أشخاص غير مؤهلين وأخذت نصائح غير جيدة ووقعوا في مطبات. هل هذا الأمر يعني يحدث لمستو؟ هذا الموضوع طبعاً أنت ما تقدر تلمس أخوي أحمد فوراً، لكن بتشوف آثاره في المحاكم وشو من أحكام تصدر في الابتدائي والاستئناف وفي محكمة النقض. فهذه تأخذ وقت حتى نقول إنه فعلاً صار في عليه ضرر أو استفاد أو ما استفاد أو فعلاً يعني. كل تأكيد. مستشار قانوني عثمان الحسيني، ابقى معي لطفاً. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة السطر الأخير. أهلا بكم من جديد، مع المستشار القانوني الأستاذ عثمان الحسيني. اليوم الذكاء الاصطناعي أستاذ عثمان، يعني اللي حاصل والسؤال دائما يتردد، يقول لك مثلا احنا خاصة على المذيعين، يقول لك هل ممكن انه يلغي دور المذيع او المعد او حتى وظائف اخرى؟ فلذلك السؤال، هل ممكن ان الذكاء الاصطناعي يعوض دور المحامي ام الشخص القانوني ام لا؟ سؤال مهم حقيقة. اليوم نتكلم عن يعني تطور غير مسبوق في تاريخ البشرية. يعني الأمور هذه كلها مبنية على البيانات، كل ما توفرت عندك بيانات قدرت أنك تستخرج منتج أو مخرج أو استشارة بطريقة صحيحة، لكن عادة ما تكون دقيقة بالشكل الكافي، لأن المدخلات على القوانين كثيرة والاعتبارات كثيرة. كذلك يعني السلطة التقديرية للقاضي موجودة ومنصوص عليها في القانون وفي التشريعات، فيعني مراعاة الظروف ومراعاة يعني الملابسات كل واقعة أعتقد أنها تختلف من واقعة إلى أخرى، فصعب نتنبأ على المدى القصير أن تكون هناك فيه يعني طرق بديلة نسلكها حاليا، لكن على المستوى يعني النظرة البعيدة ممكن نعم. طيب، الذكاء الاصطناعي الآن أدخل في كل الأنظمة حقيقة، ودولة الإمارات تقطع شوط كبير في هذه المسألة. دولة الإمارات كما يقول المراقبون بأنها تريد أن تصبح قبلة العالم في الذكاء الاصطناعي. اليوم أنتم كقانونيين كأشخاص معنيين بهذا الأمر، إلى أي درجة مهم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي خاصة في دولة الإمارات؟ نعم، مهم جدا نستعين فيهم، ولازم نواكب التطور هذا والتحديثات اللي صارت. اليوم ممكن ندخلها في كثير من المجالات، إذا تكلمنا مثلا عن مسألة مراجعة العقود ممكن أنها تدخل في مراجعة العقود والاتفاقيات، فهذا أعتقد مجال كبير ممكن أنه عن طريق الذكاء الاصطناعي تساهم فيه بشكل كبير. أرجع لك على المحتوى اللي تقدمه، كيف تشوف مستقبل هذا النوع من المحتوى ودعوتك للأشخاص كذلك اللي يشاطرونك هذه المهنة والاختصاص القانونيين، إن هل ترغب أن يساهمون كذلك في تعزيز هذه الرسالة أم لا؟ والله ندعو جميع أخواني وزملائي القانونيين والمستشارين أنهم يساهمون في يعني نشر الوعي ونشر المعرفة، لأنها رسالة سامية وباب كبير من أبواب الخير، سواء نشر القانون أو نشر الوعي أو نشر يعني كل ما هو جميل في دولة الإمارات العربية المتحدة. نورتني. الله يسعدك أستاذ عثمان الحسيني المستشار القانوني، حوار استمتعت فيه، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل. بارك الله فيك أستاذ. إذن مشاهدينا، العالم الافتراضي عالم يشبه البحر، تتماوج فيه الأفكار وتتلاطم فيه الكلمات، بعضها كنسيم لطيف يربت على القلوب، وبعضها كأمواج عاتية تبتلع كل ما هو جميل. في هذا العالم كلنا نبحر في سفينة واحدة، لا توجد بيننا حدود واضحة إلا تلك التي ترسمها روح المسؤولية. كل كلمة نرميها هي بمثابة حجر يلقى في الماء، يحدث دوائر تتسع وتؤثر. وكم من كلمة أغرقت أناسا في دوامة أبدية. عالم إذا أبحرنا فيه
بحذر وتأن تحول إلى حدائق غناء فسحة للجمال والتواصل العميق. وإن أضعنا الطريق قد نجد أنفسنا محاصرين في زوابع الشائعات، متخبطين في طوفان الأحكام السطحية والتصنيف الجائر. هو عالم ساحر يمنحك القدرة على التعبير، تمسك بريشة خيالك وترسم على جدار ضخم يراه الجميع، تعزف على أوتار الكلمات، تضيف نغمة هنا وتخفف وتيرة هناك. في هذا البحر لا متناهي كل فعل سيرتد إليك كصدى قادم من بعيد، سيرتد إليك كما ترتد الأمواج نحو الشاطئ. فاجعل من كلماتك نسيما باردا يعانق العابرين، واجعل من صوتك نجما لامعا يرشد التائهين. إلى اللقاء.